صندوق السعادة عزز مفهوم السعادة من خلال تقديم خدمات متميزة للموظفين وأسرهم. احنا نستفيد وعوائلنا تستفيد صراحة. يلعب على وتر حساس داخل النفس وهو وتر ديني، وأنا بيني وبين نفسي أتحدث بأنه مساهمتي تظل مستمرة. صندوق السعادة يشارك في فعاليات اللي تخلي الموظفين دائما سعداء، حتى الناس اللي ما كانت مشتركة تشجعوا لما شافوا زملائهم الموظفين أنه عم بيحصلوا على خدمات. الهدف من إنشاء الصندوق هو تعزيز روح التضامن. أنا من الناس اللي طلعت على العمرة مع الصندوق. الرحلة للعمرة كانت رحلة زادت الروابط والثقة وأضافت عليها المحبة. صندوق السعادة ساعدني صراحة بمبلغ مالي لتكاليف الزواج، بالإضافة إلى الحمد لله بعد ما جاني المولود بعد أعطوني هدية كمبلغ مالي، بالإضافة إلى الكرسي اللي هو خاص بالسيارة للأطفال. تموين، أنا عن نفسي مولت سيارة من خلال صندوق السعادة بنسبة يعني خيالية، ولا بنك قدر أن يقدم لي هذه النسبة. أخذت سيارة كان وفرت فوق 20 أو 25 ألف. عن طريق صندوق السعادة المعاملات التمويل والقروض والأسهل جداً من أني أروح دايركت على البنك. الموظفة سوت حادث، احنا عقب فترة سمعنا ان صندوق السعادة هو اللي غطى التكاليف العلاجية للموظفة. طبعا في استقطاع شهري بيكون 200 درهم شهريا. لا، المبلغ وايد بسيط، يعني 200 درهم يخصمون منه ما نحس فيه، لان نعرف احنا المبلغ هذا وين ساير. المبلغ هذا بسيط جدا مقابل الخدمات اللي انت تحصل عليها. المبلغ رمزي يعني بسيط جدا مقارنة للي نحصله. نحن نبغى نقدم لهم خدمات تفوق توقعاتهم، لجل نحقق فيها رؤية الشيخ محمد بن راشد بخصوص السعادة والسعادة، ونحن نكون أسعد شعب على وجه الأرض.